دكتور درهم، ماذا يجري في بابل؟ حقيقة اللي يحدث ببابل كارثة، وهاي الكارثة بالدرجة الأساس سببها استهانة الأحزاب الفاسدة واستخفافها بهموم ومعاناة الناس، كرامة الناس. الحدث لم يكن وليد اللحظة، يعني مو الاغتيال هذا اليوم اللي صار بابل، صار تقريبا أسبوعين أو أكثر الانفلات الأمني بها على قدم وساق منذ أن حصلت الجلسة الغير قانونية لمجلس محافظة، الجلسة اللي عقدت بالساعة بالثنتين بالليل، يعني بعد ما انسحبت الأجهزة الأمنية وانسحبوا أعضاء مجلس محافظة عن دولة القانون والمستقلين والمتظاهرين، اللي كان على أنه الجلسة تعقد الساعة بالثنتين الظهر وأجلوها الجماعة لأن ما يريدون الناس تشوف شلون رتبوا المحاصصة وتقاسموا وغيرها، وقاعدين بالبيوت ورتبوا الأمور وجوا وشافوا الناس واقفة، الناس طالبتهم قالت لهم يابا نريد محافظ كفؤ ونزيه، بابل تعبت، مطالب بطريقة سلمية وحضارية، وموجودة الفيديوهات، وإن كان أغلب القنوات الإعلامية ظلمت بابل وهل بابل. اليوم إحنا اليوم هذا اليوم 15، أنا هسه جاي من التظاهرة، جاي من التظاهرة، الناس بغليان وغضب صار 15 يوم. نعم. بابل حكموها 5 محافظين 6 محافظين من الأحزاب، وما جنينا غير الخراب والدمار والفساد. من رجعة مجالس محافظة الناس طالبت محافظ كفؤ نزيه مستقل، مو من الأحزاب، رئيس مجلس محافظة مو من المجربين، العصائب أصروا أن يتجاهلون معاناة الناس. بالمناسبة المحافظ اللي قبل سنة هو العصائب مستحوذين عليه وما قدموا أبسط الأمور، فالناس ما رادت من العصائب، ما رادت من الأحزاب، ما رادت من القتلة، تحدوها وعقدوا جلسة في آخر الليل مخالفة للدستور والقانون، رئيس السن ما موجود، ومنذ تلك الساعة منذ تلك الجلسة بابل لم تنعم بالاستقرار. العصائب هددونا، فجروا علينا رمان، هدوا علينا عصابات مسلحة أمام الأجهزة الأمنية ملثمة والكلوكات بوجه الأجهزة الأمنية. بعدها يا أستاذ نجم المتظاهرين، هذه قبل الحادثة مال الرمانات قبل أسبوع، تبعوها ثاني يوم بعد الرمانات هجمت عصابة بوضح النهار أمام القوات الأمنية بسيوف وقامات وتواثي وكلوكات وبنادق، والقوات الأمنية حجزتهم وحاط المسدس بوجه الضابط ويقول للضابط أنا علمك افتح لي الطريق أريد أقطع المتظاهرين وأريد أذبحهم أمام الملأ. ليش؟ لأن رفضوا محافظ بطريقة محاصصاتية بجلسة غير قانونية ومتظاهرين سلمين. بعدها بيوم بالبيكيسيات بالليل موجودة قوة حفظ القانون والأفواج والاستخبارات والأمن الوطني والعصائب، ناس ملثمة بنص الشارع ترمي وما حد حاسبهم. فهاي العصابات من أمن العقاب ساء الأدب، من أجرم ولم يعاقب زاد بالجريمة، لذلك من شافوا ما حد يردحهم ويحاسبهم لجأوا إلى جريمة أكبر. قبل يومين أو ثلاثة بشارع 60 فاتت التاهوات المظللة ولزموا بالسيارة جارجر ونخلوه نخل بالرصاص والله أنقذه، واليوم أيسر رحمة الله على روحه انخطف قبل بيوم واستهانوا، ولا خايفين لا من دولة ولا من قانون، لأن هي اليوم بابل صارت بيد الصكاكة، بابل بيد المفسدين. وهذا اللي احنا باعلى صوت، والبارحة باب رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية بعدين من استقبل وفد وطلع قلنا له عمي ليش انطيت مرسوم جمهوري؟ قال انا ما ادري الجلسة غير قانونية، ما ادري هيك صاير، ما ادري احتجاجات. قلنا له صار 14 يوم ما تدري 14 يوم. فلذلك استخدموا كل اساليبهم، تكتيم اعلامي، تكميم الأفواه، ما رادوا تنقل الأخبار، الأسلحة استخدموها حتى يحكمون بابل بالحديد والنار. أنتم الآن يا دكتور درهم، من خلال غيرتك يا أستاذ نجم، من خلال غيرتك وحسك الوطني نقول لكم بابل مقبلة على كارثة، بابل مقبلة على دماء، لأن الناس ما راضية يحكمون هالحرامية اللي صار 20 سنة قتل وصك وجرام. نعرفهم والله أستاذ نجم، نعرفهم بالأسماء، اللي عليه حكم إعدام واللي عليه 500 دعوة مال قتل، واللي طلع كشف دلالة على 4 جرائم قتل، وهسه الحماية مال النائب علي تركي
مال علي تركي وبحماية فيحان وهم اللي هدوا علينا بالسلاح المنفلت. طيب دكتور درهام، إذا ما يصير تدارك لوضع بابل دكتور درهام خليني أوجه، راح تحل الكارثة، فعلى الجميع أن يتدارك وضع بابل. إحنا نحترم كل الآراء التي تطرح في هذه القناة وفي هذه البرنامج، ولذلك يعني السيد الشيخ قيس الخزعلي أنت الآن أخاف ما تدري ما سامع، أنت الآن تسمع مواطن متظاهر يقول بالنص الرجل معروف ويقدم أدلة، هو هذا الذي حصل معهم، سواء تتفقون معهم أم تختلفون، يعجبكم خطابهم أم لم يعجبكم، هؤلاء الناس لديهم رأي، استوعبوهم، اجلسوا معهم، حاوروهم، قولوا لهم أنتم من اعتدى عليكم، هم يدعون، هسا هذا أنا أعتبره ادعاء لم يثبت حتى هذه اللحظة، الرجل موجود والمتظاهرون موجودين، اقعدوا معهم، اتفاهموا معهم، اسمعوا معهم، بالتالي هذه حقوق ناس. نرسل لك الفيديوهات، نرسل يعني لك الفيديوهات. هذه حقوق ناس. والآلاف اللي نزلت أنتم في الشوارع. هذا تقولون استحقاق له، الناس رافضة. والناس تقول يا أبا تم الاعتداء علينا، أنت تقبل يتم الاعتداء على أبناء محافظة بابل؟ هم لديهم وجهات نظر، اسمعوها، تفاعلوا معهم، لأنكم عندما أنتم وغيركم الكل عندما تغادر صوت المواطن سوف تخسر.